تحمل برامج رمضان طابع الإثارة والسخونة. مؤخراً بدلت الفنانة شذا الاتهامات مع الفنان حسن شاكوش. البداية كانت عند حسن شاكوش اللي رد على انتقادات شذا ليه. شذا قالت على شاكوش ما بيعرفش يتكلم أصلاً. شاكوش قال: وهي دي بتغني؟ هي دي مغنية؟ بتغني ايه طيب؟ معرفهاش والله العظيم. وسأل مقدمة البرنامج بسمة وهبة: طيب انتي حافظالها اي اغاني؟ شاكوش واصل الهجوم على الفنانة شذا، وقال خلال حواره مع بسمة وهبة في برنامج العرافة: شذا ربنا يتولاها، انا مش مستفز زي ما هي بتقول، انا بتكلم بطبيعتي، لكن انا ما بغلطش في اي حد ومش بحب اكون فيك. وطبعا شذا ما سكتتش على الكلام اللي قاله شاكوش في حقها. شذا ردت على شاكوش على حسابها الشخصي عبر فيسبوك، وكتبت في منشور: طب انت مستفز يا شكشك، بدل كلمة مستفز بتعصبك. ودكتورة بسمة وهبة علشان هي ست شيك قالت لك: شذا فنانة زميلة علشان تجبر بخاطرك، بس الحقيقة انت لا فنان ولا زميل بالنسبة لي خالص. شذا وصلت الهجوم على شاكوش وقالت: يا شاكوش انت مؤدي وبالنسبة لي صوتك مزعج، انما فنان زميل دي انا اعترض عليها بشدة، ودي الحقيقة. بس علشان دكتورة بسمة مؤدبة وانت ضيفها ما قالت لكش الحقيقة. والظاهر بقى ان شذا متأثرة قوي من كلام شاكوش، علشان كده ردت عليه بعصبية وقالت: واصلا ما ينفعش تسأل مين دي، مش علشان لازم تكون عارفني ولا حاجة، بيني وبينك أريح لو ما تعرفنيش. وتعمل الشويتين بتوع عارف اسمها ومش عارف أغانيها ومال شكلها اتغير كده ليه، وجو التلات ورقات ده، لأن الرد موجود: ما أنا لو محدش عارفني ولا فاكرني مش هيجيبوا كلامي ويعرضه لك يا جاهل. وأضافت كمان وقالت: وأصلاً أسماء الأغاني اللي انت قلتها دي يا دوب تتكتب على تكاتك، ما تعملش فيها بيتهوفن والنبي. ومش معنى ان في هيصة الفترة دي على اللون ده ان انت واللي زيك صناع المزيكا في مصر، ابدا والله، انتوا فاتحيننا في العالم كله برداءة المزيكا اللي بتقدموها. وقالت كمان: وعموما وعمليا ردك ملهوش دعوة خالص بالسؤال، ولا فهمت منك حاجة، ومش عيب انك تحضر قبل الحلقة، عفوي وعلى طبيعتك دي لما تكون قاعد على مصطبة أو واثق في ردودك الذكية المنطقية اللي هي مش موجودة أصلاً. فبقى حضر بعد إذنك علشان بتدوخ المذيعين معاك. ملحوظة: الجاكيت اللي كنت لابسه حريم يا فنان.